بون حاجه الاولى الحمد لله الحمد لله على 3 بون نشكرهم اللي عاونونا اليوم نطلبوا منهم اكثر من هذه ماشي قاليو قالت عمر صالح حنا ما كان دخلنا اللي صرا العام اللي فات وهذا العام عام جديد ان شاء الله ان شاء الله هذا العام حبه حبه ان شاء الله ماتش نجيرو ماتش ماتش نفرحوا. السلام عليكم. اول مقابله كانت صعيبه بما انها المقابله الاولى. فيما يخص الحضور تاعي كان واجب عليا نحضر باسكو بما اني سنيت كما يقول لك مع فريق غالي معسكر. هذا اول مقابله بدون ما نعرف كما يقول لك التشكيله، لكن اليوم لاحظت بعض الامور السلبيه والايجابيه وان شاء الله غادي نعملوا هذيك السلبيه ان شاء الله في التدريبات ونحضروا المقابله الجايه. نقول باللي الفوز اليوم جاء رغم اننا ما قدمناش مستوى كبير، بصح هذه هي سي سا يعني كيف كيف مونتي لازم تربح في استادها، والحمد لله هذا الفوز ينادي كما يقول لك انتصارات اخرى، وان شاء الله المقابله الجايه تشوفوا اللمسه تاع بلعطيف.